بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والرضا عن السادة التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم. نلتقي اليوم مع الدرس التاسع من كتاب التربية الإسلامية. لقاؤنا اليوم سنتابع فيه درس الزكاة، حيث كنا في درسين سابقين تناولنا تعريف الزكاة ودليل فرضيتها وحكمة مشروعيتها، وكذلك تناولنا شروط وجوب الزكاة العامة وشروط وجوب الزكاة الخاصة في بعض الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكذلك تناولنا شروط صحة الزكاة، حتى وصلنا في درسنا هذا إلى قسم هام من الزكاة، ألا وهو مصارف الزكاة، أي الأشخاص الذين تدفع إليهم الزكاة. طبعا الله عز وجل جمع هؤلاء الأشخاص جميعا في آية واحدة ذكر فيها مصارف الزكاة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. الآن سوف نتعرف على هؤلاء الأصناف واحدا تلو الآخر. الأصناف الثمانية هم كما ذكرت الآية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب يعني العبيد الأرقاء والغارمين يعني أصحاب الدين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف كلهم سوف نتعرف عليهم الآن واحدا تلو الآخر. أما الصنف الأول فهو الفقير، والفقير هو من يملك من المال أقل من كفايته عاما كاملا، يعني لديه مال ولكن ماله لا يكفيه، فهذا تدفع إليه الزكاة وإن كان يملك نصابا ويدفع فيه الزكاة، إلا أن ماله لا يكفيه. يمكن أن يكون إنسان كثير العيال، كثير المسؤولية، كثير النفقة، وله دخل أو له مال ولكن ماله لا يكفيه، فهذا تجب وتجوز له الزكاة وإن كان يملك مالا بلغ نصابا ويدفع زكاته. يشترط في هذا الفقير الحرية، بأن يكون حرا ليس عبدا، لأن العبد إذا ما دفعت له الزكاة فسوف تكون من حق سيده، وكذلك يشترط فيه الإسلام، لأن الزكاة لا تدفع لغير المسلمين، وكذلك يشترط ألا تكون نفقته واجبة على المزكي. إذا ما كانت نفقته واجبة على المزكي فلا تقبل هذه الزكاة، يعني لا يقبل من الإنسان أن يدفع الزكاة لأبيه أو أمه أو ولده أو زوجته، لأن هؤلاء تجب النفقة عليهم كما مر معنا في الدرس الأول في آية: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية. أما الصنف الثاني فهو المسكين، والمسكين هو
ومن لا يملك شيئا وهو أحوج من الفقير، لا يملك شيئا أبدا وهو أحوج من الفقير لشدة عوزه للمال. ويشترط فيه كذلك كشروط الفقير أن يكون حرا مسلما، ألا تكون نفقته واجبة على المزكي. كذلك الصنف الثالث العاملون عليها، وهم الذين يقومون بتحصيل مال الزكاة من دافعيها ويؤدونه إلى بيت المال، أو في عصرنا الراهن نستطيع أن نقول هم الجمعيات الخيرية. هؤلاء يعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأنهم استحقوها بوصف العمل لا بوصف الفقر. وهذا من عظمة حكمة الشرع، حيث أن الإنسان إذا ما عمل بجمع أموال الزكاة فإن نفسه ستطمح إلى هذه الأموال وإن كان غنيا وبغير حاجة، وهو لن يأخذ منها لأن الشرع لم يجز له أن يأخذ منها. ولذلك خصص له الشرع شيئا من هذه الأموال يأخذها زكاة. طبعا ليس الذي يجمع الأموال هو من يخصص له على كيفه أو على مراده، وإنما يخصص له أهل العلم مالا هو يعد شبيها بالأجرة، لأنه لا يأخذه بوصف الفقر وإنما يأخذه بوصف العمل. يأخذ مبلغا محددا على عمله، هذا يأخذه من أموال الزكاة. طبعا يشترط في العاملين عليها الحرية كما قلنا دائما، لأن العبد ماله لسيده، ويشترط فيهم الإسلام وكذلك المعرفة بأحكام الزكاة، يعرفون أحكام الزكاة، لأن من أراد أن يعمل بأي مجال في أمور الدين ينبغي عليه فرضا أن يعلم أحكامه. فالدين فريضة على كل إنسان مسلم أن يتعلم من الدين ما يلامسه وما يعايشه في حياته. مثلا كبر الطفل وصار في السابعة أو دخل في العاشرة من عمره، وجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة وكذلك أحكام الصيام. إذا ما كبر وملك المال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. إذا ما تمكن من أداء فريضة الحج وجب عليه قبل الذهاب أن يتعلم أحكام الحج، وهكذا كل ما يستطيع أن يقوم به مما كلفه الله عز وجل به ينبغي أن يتعلم أحكامه ليقوم به على أتم وجه. والجاهل غير معذور بجهله بين أظهر العلماء، أي لا يبرر له جهله في دينه طالما أنه بين علماء المسلمين. أما الصنف الآخر فهم المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم إما أن يكونوا كفارا فهم يعطون من الزكاة ترغيبا بالإسلام، هذه حالة خاصة تدفع الزكاة للكفار ترغيبا بالإسلام، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع مالا لأربعة من صناديد أهل نجد، وهم الأقرع بن حابس الحنظلي وزيد الخيل الطائي وعلقمة بن علاثة العامري وعيينة ابن بدر الفزاري. هؤلاء كانوا حديثو عهد بالإسلام، فتعجب المهاجرون والأنصار، قالوا يعطي صناديد قريش أو يعطي صناديد أهل نجد ولا يعطينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما أتألف قلوبهم. إذن الصنف الآخر هم حديثو عهد بالإسلام يعطون من الزكاة ليتمكن الإسلام في قلوبهم ويرون كرم الإسلام وعطاء الله عز وجل. الصنف الآخر في الرقاب، في الرقاب الأرقاء المسلمون يشترون من مال الزكاة. ما هو الهدف؟ حتى يعتقوا تخليصا لهم من ذل العبودية. الإسلام
لم يحرم العبودية، وإنما عالجها على شقين. الشق الأول، أمر صلى الله عليه وسلم أن يعامل السيد عبده كما يعامل نفسه، أن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس. والأمر الثاني الذي عالج فيه العبودية هو أنه جعل العتق كفارة لعدة أمور. نرى في القرآن الكريم هنالك عدة كفارات تنطوي على عتق الرقبة، وحبب هذا الأمر وشجع عليه وحفز عليه المسلمين بإعتاق الرقاب، وكان هذا أكثر واحد من الصحابة مشهورا بهذا الأمر هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان مشهورا بأنه كان يحب شراء العبيد وإعتاقهم. طبعا في هذا الوقت لا يوجد عبيد، لا يوجد أرقاء أبدا، لأن العبد أساسه هو أسير الحرب. إذا ما وقع حرب بين المسلمين وبين أعدائهم وأسر الأعداء، عند ذلك يضرب الحاكم الرقة على الأعداء، فإذا ما أسلموا يبقون أرقاء. وحبب الإسلام لنا أن نعتق من أسلم منهم. أما الصنف الآخر فهو الغارم. من هو الغارم؟ الغارم هو المدين الذي لا يجد ما يفي به دينه، عليه دين ولا يملك المال ليفي دينه، فكذلك نساعده لأداء دينه، نكون قد أفدنا الطرفين، أفدنا الغارم المدين بأن وفينا عنه دينه، وكذلك أفدنا الذي دينه بأن رد له ماله فيوفى دينه من الزكاة ولو بعد موته. إلا أنه هنالك له شروط، طبعا الشرط الأول الحرية، والثاني الإسلام كما أسلفنا، وكذلك أن يكون تداينه لغير فساد كشرب خمر، يعني ألا يكون قد استدان وعليه ديون بسبب شرائه للخمر ومعصيته لله عز وجل، فهذا لا يوفى دينه من زكاة المسلمين. وكذلك أن يكون الدين لآدمي، أما إذا كان الدين لله كالكفارات فلا يعطى من الزكاة. إذا إنسان وقعت عليه كفارة يمين، حنثه باليمين، أو كفارة ظهار، أو كفارة قتل، أو غير ذلك من الكفارات، فلا تدفع الزكاة له لأداء الكفارة، وإنما تدفع الزكاة لأداء دين الغارم إذا ما كان دينه من آدمي. نأتي الآن إلى الصنف الآخر، وفي سبيل الله. في سبيل الله هو المجاهد لإعلاء كلمة الله ولو كان غنيا، يدفع له من الزكاة. الذي يجاهد في سبيل الله ويبذل نفسه لإعلاء كلمة الله يدفع له من الزكاة ولو كان غنيا، ويلحق به الجاسوس لصالح المسلمين الذي يتجسس ويعمل بالمخابرات لإيصال المعلومات للمسلمين في أرض الكفار، فهذا يدفع له من الزكاة، قال ولو كان كافرا، لأن عمله فيه مصلحة عظيمة لخدمة المسلمين. وصلنا الآن إلى الصنف الأخير من الأصناف الثمانية، ألا وهو ابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب المحتاج لما يوصله إلى وطنه. غريب، إنسان ليس من هذا المكان الذي نجده فيه، وهو محتاج إلى مال حتى يذهب إلى أرضه وإلى بلده، فهذا يدفع له الزكاة، هو ابن السبيل هكذا يسمى، ويشترط فيه كذلك الحرية والإسلام كما أسلفنا، وكذلك يشترط أن يكون غير عاص بسفره كقاطع طريق. مثلا ابن سبيل قاطع طريق، هذا يدفع له الزكاة؟ طبعا لا. أن يكون غير عاص بسفره، ألا يكون مسافرا كذلك لمعصية، ألا يكون بسفره هذا يبغي معصية الله عز وجل، فهذا يدفع له الزكاة حتى يصل إلى وطنه.
وكذلك أن يكون لم يجد من يقرضه، أما إذا وجد من يقرضه فلا يدفع له الزكاة، لأن الدين هو أولى وأفضل من الزكاة، خاصة للمستطيع الذي يقدر على وفاء الدين. هكذا نكون قد انتهينا من الأصناف الثمانية. ينبغي علينا أن نعلم أنه لا يجب تعميم هذه الأصناف الثمانية بالإعطاء. إذا إنسان أراد أن يزكي، لا يجب عليه أن يوزع مال زكاته على كل هذه الأصناف الثمانية ويبحث عنهم، بل يجوز أن يدفعها ولو لواحد من صنف واحد. يعني إذا جمع زكاته وأعطاها لفقير واحد أو لمسكين واحد أو لأي صنف من هذه الأصناف واحدا منهم فقط، تقبل منه الزكاة إلا العامل عليها الذي يعمل في توزيعها، فلا تدفع له الزكاة كاملة إن كانت زائدة عن أجرة عمله. كيف ذلك؟ يعني إذا كان أجرة عمله 100 أو 1000 من العملة النقدية، وكانت زكاة الإنسان 5000 أو 10000، فلا ينبغي أن يدفعها إليه كلها، لأنه لا يأخذها عن فقر، وإنما يأخذها بصفة العمل. أما إذا كانت زكاة الإنسان ضمن أجرة هذا العامل، فيجوز أن يدفعها كاملة له. مثلا زكاة الإنسان 500، وأجرة هذا العامل من أموال الزكاة 500 أو 1000، فيصح أن يدفع له المزكي ماله كاملا، مال الزكاة 500 أو 1000، ليس أكثر من ذلك. وهكذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من أصناف الزكاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل لكم النجاح والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامر تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا، يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامر تهدينا وتنادينا
الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره